ادي الستات والسواء واللي ناخده منهم. لا حول الله يا رب. يعني انا صممت ان انا اصور المشهد ده عشان ايه؟ هي بقالها بالظبط 4 دقايق بتحاول تركن. قولوا لها قولوا لها الناحيه الثانيه تحط العجل الناحيه الثانيه. لا مش ممكن مش ممكن بجد مش ممكن. طب ينفع تاخد العربيه انت تركنها لها؟ اطلعي قدام وارجعي لورا اكسري العجل اكسري العجل اكسري 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 العجل. شيل لها الكاوتشه اللي ورا دي. شيل لها الكاوتشه اللي ورا يا جماعه عيب. طب اديها لحد. حضرتك مش عايزه تديها لحد يركنها لك. هما بيعرفوا يسوقوا هنا. اركنوها لها انتوا. طيب يا جماعه حد يحاول يقنعها. ادوها فرصتها ادوها فرصتها. تركن في ساعه ساعتين عادي عادي مفيش مشكله. الشارع فاضي الحمد لله. شايفين؟ لا لا كده هتخبطي عربيتي. انا عربيتي وراكي لو سمحتي. ده مش المطبخ هنا. اه فعلا هو بيقول لها المطبخ مش هنا. لا حول الله يا رب. بجد شيء كوميدي جدا. يا حضرتك حضرتك اديها لحد يركنها لك. انت رايحه فين؟ انت بتركني ازاي في 10 ساعات؟ وحاطه كمامه وايه وشغل عالي جدا. اه فعلا هي ما طارتش فعلا. اهو والله يعني يا عم صلاح انت راجل 10 على 10 فعلا. هو مكانها المطبخ. ركنوها معلش يا عم صلاح. محمود يدوكي فرصتك ازاي حضرتك؟ اركن يا محمود وريها الركنه تتعمل ازاي. ايوه اهو يا سلام ركنه والثانيه. فعلا مفيش فرصة. مش عايزين يدوها فرصة تركن. بقالها ساعتين بتركن ومش مفيش مفيش. معلش أرجوكم السيدات اللي بتسوق رسالة لكل السيدات اللي بتسوق من فضلكم لو سمحتم لما تيجوا تركنوا اركنوا كويس. لو ما بتعرفوش تركنوا ما تسوقوش عشان بجد دي حاجة مرعبة.